بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ونواصل الكلام مع قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم، إلى قوله تعالى: وكفى بالله عليما. وكنا مع ما يستفاد منها من هاتين الآيتين من فوائد، فمنها وصف الله جل وعلا بالعلم، قوله تعالى: وكفى بالله عليما. والعلم صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته التي هو متصف بها أزلا وأبدا. فالله جل وعلا عليم بكل شيء، سبق علمه كل شيء، وأحصى كل شيء علما، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، ولا يخفى عليه شيء من نياتهم ومقاصدهم، ولا يخفى عليه شيء مما يحتاجون إليه. فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا يقول: وكفى بالله عليما. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان سوف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وصيغة عليم صيغة مبالغة، معناها أنه سبحانه وتعالى كثير العلم، لا حد لعلمه سبحانه وتعالى. فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء ومدرك لكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن الإنسان يحب وطنه محبة طبيعية، كما قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فقرن الخروج من الديار مع قتل النفوس، دل على أن حب الأوطان غريزة في الإنسان. ولكن إذا تعارضت محبة الوطن مع ما يحبه الله عز وجل من الانتقال من هذا الوطن إلى وطن يعبد الله تعالى فيه، فإنه يقدم ما يحبه الله فيخرج من وطنه ويهاجر في سبيل الله فرارا بدينه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اضطرهم المشركون إلى الهجرة من وطنهم مكة المكرمة إلى المدينة فرارا بدينهم. ووقف صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة مهاجرا، التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهذا فيه أن محبة الدين مقدمة على محبة الوطن. فإذا تعارضت محبة الوطن مع الدين، فإنه يقدم الدين على محبة الوطن. وهذا كما في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا تهديد
لمن آثر محبة المساكن ومحبة الوطن على نصرة دين الله عز وجل والفرار به من أرض العدو. هذا. وننتقل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إلى قوله تعالى: فأفوز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. في هذه الآيات يقول الله، ينادي الله جل وعلا عباده المؤمنين ويأمرهم بأن يأخذوا حذرهم، أن يأخذوا حذرهم من العدو ولا ينسوا كيده ومكره، وأنه يريد دائما الإضرار بهم ويريد النكاية بهم ويريد صدهم عن دين الله. فالكافر لا يهدأ حتى يرد المسلم عن دينه، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولأجل هذه العداوة المتأصلة في نفوسهم فهم يريدون دائما وأبدا انتهاز الفرص مع المؤمنين للقضاء عليهم والانقضاض عليهم. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن يأخذوا حذرهم، بحيث إنهم لا يثقون بالكفار ولا يركنون إليهم. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأن لا يثق المسلمون بالكفار ويمنحوهم الثقة، بل عليهم أن يكونوا على حذر منهم، وإن تفاوضوا معهم وتعاهدوا معهم لكن يكونون على حذر منهم، لأنهم عدو والعدو لا يغفل عنك، بل إنه دائما يترصد. ما دام أنه عدو فإنه دائما يترصد للانقضاض عليك. فخذ حذرك منه من عدة نواحي: أولا أنك لا تحبه، وثانيا أنك لا تثق به، وثالثا أنك تعد العدة لمقاومته، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فعلى المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من العدة للحرب، وإن كانوا مسالمين للكفار لكن لا يستسلموا استسلاما تاما ويخلدوا إلى الراحة ويهملوا إعداد العدة وتقنية السلاح بحيث إنهم يتحصنون به من عدوهم الماكر. والقوة منكرة في قوله: من قوة، لتعم كل أنواع القوة، وفي كل وقت تكون القوة بحسبه مما يرهب الكفار ويخيفهم ويرد كيدهم عن المسلمين.
وهذا توجيه عظيم من الله سبحانه لعباده ألا يثقوا بعدوهم وألا يدخروا وسعا في الاستعداد لمقاومته بأي قوة تصده عنهم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.